طيب قولي لنا بقى، يلا سمي بسم الله وقولي المقادير بتاعتك وقولي لنا هتعملي ايه النهارده. بسم الله. النهارده هنعمل فراخ المقرمشه. عندنا اول حاجه دبابيس، عندنا كوبايتين ونص دقيق، كوبايه ونص عشان نغلف بيها، وكوبايه عشان نعمل بيها الخليط بتاعنا. حلو. ومعانا بضايه، ومعانا معلقه صغيره من مرقه الدجاج، ومعانا معلقه صغيره من البصل البودر والثوم البودر والملح والفلفل والجنزبيل، معلقه صغيره، ومعانا معلقه كبيره نشا، ومعانا معلقه كبيره كركم، وكوبايه ميه. دي كده المقادير بتاعتنا. أوه. تعملي فيها ايه؟ هتحطي فيها ايه؟ هبدا احط كوبايه الدقيق بتاعتي. ماشي، كوبايه اللي لوحدها. حلو جدا. عسل. ايه كمان هتحطي ايه تاني؟ بعد كده هبدا اني اضيف الملح بتاعي. ماشي، انا اقولهم لك اقربهم لك اهو. بصي ينفع كده؟ ماشي ماشي، يلا اتفضلي. بس انا مش هاخد الملح كله. هنجيب معلقه صغيره ناخد بيها. خدي اي معلقه، اي معلقه، وخدي بالسن كده. ماشي، حلو جدا. سنه كده من الملح، نقصي شويه عشان ما تطلعش بس محدقه مننا، والناس تعيب علينا بقى يا شيف سما، يقولوا لي فراخ المقرمشه بتاعتكم حادقه ينفع؟ لا ما ينفعش. هبدا بقى اني احط بقيه التوابل. ماشي. بتاعتنا بصل باودر، توم باودر. اساعدك عشان ايه وقتنا. يبقى كده بصل باودر وتوم باودر، فلفل اسود، صح كده؟ جنزبيل. معلقه النشا هنحطها كلها. ماشي، معلقه نشا كبيره على كوبايه الدقيق. ايوه ماشي. يا جماعه من فضلكم ركزوا مع الشيف سما، عشان وصفات الشيف سما ما بتخرش الميه. نركز كلنا مع الشيف سما عشان نتعلم منها النهارده. ها، كركم. طب لسه ما حطيناش كركم وملح الدجاج. ايوه شفتوا الثقه؟ يعني اسكتي انتي، انا فاهمه انا بعمل ايه. حاضر يا فندم. وهبدا اني احط الكركم. ماشي، الكركم كتير شويه عشان يدي لون اصفر حلو للفراخ. ومرقه الدجاج بتاعتنا. ولا بتعبرني، بص انا بكلمها ولا بترد عليا، متشكره قوي جدا، يعني التركيز عالي. هبدا اني انزل بالميه شويه. يا سلام، خدوا بالكم يا جماعه، شويه. ماشي، هو كده شويه. يا سما انت بتضحكي علينا، انت نزلتي بيهم مره واحده على فكره، انت خميتينا. ما عشان كده هتبقى تقيله. حاضر يا فندم، حاضر. يا نهار ابيض، ما نقدرش والله، ما نقدرش. طب اصب لك انا كده لغايه ما تقولي بس. ها، تصبي تاني. حاضر يا فندم. شويه صغننين. حاضر. انتي كميله والله، انتي عسله وسكره، وعلى اسم حفيدتي كمان. بتعملي ايه انت بقى؟ بتاخدي اللي على الحروف ده بتنزليه في الخليط. ايوه، ما انا عارفه. اتفضلي كمان. بعدين هنعمل ايه بقى؟ ما سمعتش. هنبدا مش عايزه تكلميني يا سما. هنبدا ان احنا نغرقهم في الخليط بتاعنا بالطريقه دي. نغلفهم خالص. ماشي. بعد كده هناخدهم في من الدقيق الخليط. من الخليط للدقيق. الله اكبر. ماشي، بس لازم يتغطوا كويس قوي بالخليط. حلو قوي. وشايفين سما مدخله ايدها جوه ازاي؟ عشان لو ايديها بتنقط من الخليط بتنقط جوه البوله. برافو عليكي، شغل نظيف وشغل، بصي شغل اساتذه. صح بتقول صح. تشخط فيا يا استاذ احمد، شفت ازاي؟ ماشي يا فندم، تحت امرك، اتفضلي. طب اهو طلعي فيه. او سمحت لي ان انا اقلل الفراخ يا استاذ احمد، متشكره قوي يا اختي والله. بسم الله. بصي يا ستي كده، صح؟ ايوه كده. ماشي. هي بتشخط فيا ليه؟ مي في ايه؟ في ايه يا سما؟ ماشي، شكرا.